الرحمن الرحيم من هالناس الفعايل قالوا على عرش الجزيرة سلاطين يا كرم اجتاز وخطوب وهوايل في صفحة التاريخ تلقى البراهين وهذه مميز ومن الإبداعات التي تنطلق وتستمر هنا في هذا الخبر على الوطن تسير وعلمت انطلاقة مميزة وعلمت كبيرة هنا في هذا الصباح شوطنا الأول والرئيسي للقعدان الجذاع الصدارة والبداية على البداية وعلى الانطلاق الأول النقلة والانتقال الثانية المراكز لكيارة في هذه اللحظات الشميمي ومحمد بن مرخان التبي يتقدم ويقدم لنا الشميمي الصعب بين ثالث المراكز وصل في هذه اللحظات الحذر ومبارك بن محمد بن نصر العامري من يتقدم بينما رابع المراكز وصل خالد بن مبارك القحطاني من يقدم لنا مبلش على رابع المراكز نقلتنا إلى خامس المراكز لكارة هذه اللحظات مكفي محمد بن حمد بن محمد الجنيبي من يقدم لنا مكفي هنا على المستوى الخامس بينما سادس المراكز وصل في هذه اللحظات وصل متعب وسعيد بن أحمد بن دري الفلاحي وصل في هذه اللحظات على سادس المراكز سابعا وصل سعيد بن علي بن سعيد البريس المري من يقدم لنا رعد في هذه اللحظات وصل بالراية لكي يرفع الراية لكي يرفع راية النواميس ولكن من القادم ومن الواصل وصل في هذه اللحظات وصل مايهاب وراشد بن محمد بن راشد الطراق الهاجري وصل الهاجري هنا على هذا المستوى المتقدم ولكن من القادم من الواصل وصل الصيرمي وخالد بن المر بن سعيد بن حلوة الكتبي وصل بن حلوة في هذه اللحظات لكي تحلو المنافسة تحلو المنافسة والشعارات ولكن من القادم من الواصل وصل سنجار وصالح بن سلامة بن سلمان لعطوي هاي النتيجة لهذه الشعارات هذه الأسماء المميزة والمبدعة في هذا الصباح ومع هذا السن سن الكبار حينما يظهرون الكبار تبدأ الفعاليات وتبدأ هنا المنافسة الكبيرة والعملاقة ولكن العودة إلى البداية العودة إلى الصدارة بعدما انقضينا من هذه الشعارات ولنا عودة مجددة لنا عودة مع الإبداع
دائما ينطلق في هذا المهرجان الكبير، في هذا المهرجان الغالي على قلوبنا وعلى قلوب الجميع، مهرجان الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله وطيب الله ثراه، العودة إلى البداية لكي أرى في هذه اللحظات هنا شعار محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الاكتبي، من يقدم لنا الشميمي على البداية وعلى الانطلاق الأول، ولكن من القادم؟ من الواصل؟ وصل في هذه اللحظات الحذر أحمد بن سلطان بن خليفة بن رشيد السويدي، وصل في هذه اللحظات بن رشيد، ولكن من القادم؟ من الواصل؟ وصل الحذر ومبارك بن محمد بن نصر بن نصر العامري، وصل في هذه اللحظات، وصل بالانتصارات، وصل بالإبداعات المميزة، ولكن من القادم؟ من الواصل؟ وصل متعب وسعيد بن أحمد بن دري الفلاحي، وصل الفلاحي هنا لكي يقدم لنا هذا الإبداع مع رابع المراكز، نقلتنا إلى خامس المراكز، ولكي أرى في هذه اللحظات محمد بن حمد بن محمد آل جنيبي، من يقدم لنا مكفي على خامس المراكز، سادس المراكز والوصول من قبل مبلش خالد بن مبارك القحطاني، وصل مع مبلش، سابع المراكز وصلت الشعارات، تواصلوا في هذه اللحظات، والقدوم من قبل رعد وسعيد بن علي بن سعيد البريز المري، برايا قادم بكل قوة، برايا واصل مع الإبداع، ولكن مايهاب وصل مايهاب، وراشد بن محمد بن راشد الطراج الهاجري، وصل شعار صالح بن سلامة بن سلمان العطوي، ووصل ماضي بن مدغم بن ماضي السبيعي، وصل السبيعي، وأيضا القدوم من قبل هذا الشعار، وصل في هذه اللحظات سعود بن شاكر بن زيد الشريف، من يقدم لنا ثمين ثمين هنا مع هذا الأداء الكبير مع هذه الشعارات، ولكن العودة إلى البداية، العودة إلى الصدارة حيث الإبداع وحيث الصراع إلى المركز الأول، لكي يرى شعار محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الاكتبي على البداية وعلى الانطلاق الأول، ينطلق بانطلاقة الشميمي، الشميمي على البداية، الشميمي على الصدارة، والمنصة بانت، المنصة بانت يا إخواني، بدأ الإبداع مع الشعارات العملاقة، مع الشعارات الكبيرة، مع الشعارات التي دائما تظهر بالأداء الكبير، تظهر بالأداء المميز، تظهر بإبداعها الجديد، بمرخون على البداية على الانطلاق الأول، ولكن بن رشيد بن رشيد بن رشيد وبن دري بن دري بن رشيد بن مرخان، والكيلومتر الأخير الكيلو الخطير، الله 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 الله، ثلاثية خطيرة، ثلاثية مثيرة، مشهد رائع، مشهد مرعب في نفس اللحظات، ولكن بن مرخان بن مرخان روح مع الإبداع، بن مرخان طار مع الشميمي، الشميمي ومحمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الاكتبي، أيضا القدوم من قبل سعيد بن أحمد بن دري مع متعب، والوصول من قبل الحذر أحمد بن سلطان، هنا بن رشيد من يقدم لنا متعب، ولكن العودة إلى البداية، العودة إلى الصدارة، الله يا سلام يا سلام يا سلام، غير متعب إلى البداية وانطلق إلى الصدارة بشعار سعيد بن أحمد بن دري الفلاحي، روح بالإبداع، سلام.
السلام يا الفلاحي على هذا اللاجة المميز اللاجة الكبير في هذا الصباح، يغادر بالنماس يغادر بالنواميس يغادر مع هذا الانطلاق المميز والكبير. إذا متعب 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 من نتعب الجميع، وانطلق بشعار سعيد بن أحمد بن دري الفلاحي سعيد في هذا الصباح، الفلاحي سعيد سعيد الشاعر سعيد. إذا مشاهدين الأعزاء ومتابعين الأفاضل، تهانينا وألف مبروك لمالك متعب سعيد بن أحمد بن دري الفلاحي ثاني المراكز، وصل الحذر، وأحمد بن سلطان بن رشيد السويدي من قدم للحذر بينما ثالث المراكز ثالث المراكز وصل شعار ثاني المراكز وصل شعار محمد بن سلطان بن مطر بن مخان الاكتبي، بينما ثالث المراكز الحذر أحمد بن سلطان بن خليفة بن رشيد السويدي، بينما رابع المراكز وصل في هذه اللحظات سعيد بن علي بن سعيد البريس المري، بينما خامس المراكز وصل الصيرمي خالد بن المر بن سعيد بن حلوة الاكتبي. هاي النتيجة وهاي الشعارات. هاي الشعارات وهاي الأسماء من وصلت في هذا الشوط. إذا مشاهدين الأعزاء متابعين الأفاضل، تهانينا وألف مبروك لمالك متعب سعيد بن أحمد بن دري الفلاحي. التوقيت الزمني ولحظة وصوله إلى خط النهاية 9:58 82 جزء من الثانية، بينما ثانية المراكز وصل الشميمي ومحمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الاكتبي. 10 دقائق عشر دقائق 4 ثواني 53 جزء من الثانية، بينما ثالث المراكز وصل الحذر أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. 10 دقائق 7 ثواني 52 جزء من الثانية، هكذا كان توقيت الحذر ولحظة وصوله إلى خط النهاية، معلن للأداء المميز والكبير.